في اللقطة قيد العلماء قالوا ما تتبعه همة أوساط الناس، بعض الناس إما أن يكون عنده بخل شديد أو عدم مبالاة، يعني بعضهم لو سقط منه مثلا 5 ريالات في مثل هذا الزمن إن كان بخيلا ربما لا ينام ليالي. نعم صحيح، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله وهل هناك داء أدوى من البخل؟ ما في مرض أعظم من البخل. ولذلك بعض الناس هو بخيل وعنده أموال طائلة يتمنى أن ينفق منها على نفسه وعلى أولاده لكن لا يستطيع، يقول أتمنى لكن لا أستطيع، إذا مرض. فإذا سقطت منه 5 ريالات أو 10 ريالات في مثل هذا الزمن ما نام ليلته أو أسبوعه تفكيرا فيها، هذا لا ينظر إليه في اللقطة. بعض الناس لو سقط منه 10,000 ريال لم يبالي، هذا لا ينظر إلى أمره في اللقطة، إنما ينظر إلى أوساط الناس. غالبية الناس فيما لو سقطت مثلا 100 ريال لها تأثير عند الوسط، يمكن أنت من الصنف الآخر الذي لا يبالي. فالشاهد من هذا كضابط يختلف، 5 ريالات فيما مضى ونحن صغار لها تأثيرها، تختلف من زمن إلى زمن آخر. الريال هو الريال، نصف الريال كان له أثر، كانوا يعطونا قرشا يعني 10 قروش و5 قروش كان لها تأثيرها.